اللهم اجعله خير. شفتها بعينك، الله يسترنا من هالليلة. خير ان شاء الله. الله شفتك حاجة، يمكن انا بتخيل بعريسها. شفتك راكب سيارة سفرت ليت هادي. قل اعوذ برب الفلق. يا انك ابو عبدو. يا ابو سلمى. بس ابو عبدو بتشكل فوق. يا ابو سلمى بتبلشنا النوم من اولها. لا يا خال. اعوذ برب الفلق. لما ربك بده يرزق واحد بقول له شو من مين انت؟ الله رزقني. انت خابر لما طلعت انا على امريكا لان جوزنا البنت على واشنطن. انت ترامب تبعي الاشقر هذا. واخيرا وصلنا امريكا صح؟ يس امريكان. امريكا؟ يس امريكان. يا بني بدي اقطع بنتي. نو بليز بليز. واتس يور نيم؟ يا حبيبي اسمك اسمك. واتس يور نيم؟ اسمك. وين ار يو؟ وين ار يو؟ يا حبيبي انا بدي اروح على البنت، جوزنا البنت على امريكا، قلت لها يابا بلاش تطلع على امريكا، قالت تطلع على امريكا. وير ار يو فروم؟ انت من وين؟ انت من وين؟ شو بيحكي هذا؟ يا حبيبي انا بحكي العربيه العربيه لغه الضاد. وزز يا ابني هذول اغراض الي. وزز اغراض بقول لك شويه اغراضات يا ابن الحلال. تفتيش بليز تفتيش يا ابني يا ابني في قلبها شغلات خاصه. ايش يعني خاصه؟ ايش يعني؟ اواعي داخليه لنحكيها بالمشرمح يعني. تفتيش تفتيش يا بني. ولا فتشوها في المطار؟ ممنوع تدخل هون. تفتيش فتشوها في المطار يا بني. نو نو لا اله الا الله. بلشوا يفتشوا في هالشنطه الا هم شافوا مطره الدبس. سبحان الله بخافوا من خيالهم يا الله يهديك يا عبيد. ولتك بلا من امريكا. سي تي What's this? يا بني طول بالك طول بالك وانت نائل ايه. What's this? يا حبيبي هذا دبس يا حبيبي. دبس يا حبيبي. سحبوا لك علي السلاح وشوية الطيارات اشتغلوا وشوية بدهم يجيبوا المدفعيات كله عشان ما طرت هالدبس. بحشت على بيه. والله شحشتوا اخوك ابو عبد ابو سلمى. معقوله؟ فتش يلي بتفتش، فتش يلي بخلوش ولا قرني الا فتشوا فيها. كمل. وبعد التحري بعد الفحص حلو حبوا للدبس. والله اعلم شكلهم باعتين شوي منه لترامب ودايق دبس الخليل وحبه. هدول الامريكان. طبعا الامريكان. ولا انت ابو عبدو قليل. كمل. فقالوا لي شو رايك يا ابو عبدو تعطينا هالدبسات ونعطيك اكتر شغلة وصلت الها امريكا في سنة 2019. كل اعوذ برب الفلق. الامريكان ايش بيعملوا؟ بس خليك معي. شو بدك فيها طويلة الا هم بياخدوني يا ابو الحبان وبيعطوني مفتاح السيارة. ايه شو بتعمل؟ قال له مفتاح شو هذا؟ قال ايه شفرليت. This is شفرليت. هذا شفرليت هذي شفرليت. وهذه قصة السيارة. وقل اعوذ برب الفلق. والله خارج على الألف مبروك يا مروان. بدي أروح أنا لأني مستعجل. وين يا ابن الحلال؟ والله بنتي هيك بدي أروح عليها زيارة. زمان خليك تشرب قهوة يا ابن الحلال. إذا تفضلك عمي أبو عبدو طمنا عليك. بلكي هيك سلام عليكم. عليكم السلام. كل يوم تعال يا أخي. حياك الله. سلام عليكم. عليكم السلام. بدك تطلع أحسن مني تاخذ لهم دبس؟ أنا بدي أروح أخذ لهم كنيف على الأمريكان هذول. بدي أورجيك كيف تروح بطيارة ترامب. اما توكل على الله. Very very nice. Yes. 17 مرة عم بكلك مسخنهم. Yes. اوكي اوكي. انت بتدينا هادي انا بديك هدية كبيرة اخر ما توصلت الى امريكا. اوكي. والله ما بدنا هدية منكم يعني بكف انه يعني شفتكم بركة والله. نو نو نو. انت بتديني هدية انا بديك هدية. اوكي. يعني مش عارف شو بدي اقول لك. خلص يعني اذا انت مصير خلص توكل على الله. اوكي اوكي. ثانك يو ثانك يو. Okay, thank you. Okay. This is dibs. آخر ما توصلت إلى أمريكا. This is very nice. Okay. شو بتحكي يا زلمه؟ Yes, very very nice. أنت إنت. Yes. آخر ما توصل إلى أمريكا. Yes, very good. الله يخرب بيتك يا ابو عبدو. الله لا يوفقك يا ابو عبدو. روح. What? يخرب بيتك يا ابو سلمى. شايف مين
الفتاة اللي بتطلع على غيره. عيب الدبت.